السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 حبايبي في الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونخش الفيديو بتاعنا. والفيديو بتاعنا النهاردة مفاجأة من العيار التقيل. انا جاتلي الهدية دي، جاتلك من مين يا نور؟ هي اي نعم بسيطة، بس انا عندي اللي عطاني الهدية اكتر من الهدية نفسها بصراحة. نفتحها مع بعض نتفرج عليها قبل ما نخش نشوف مين اللي عطاها لي. هنشوف الهدية. يا جماله يا جماله، يا تكاته يا حركاته. طبعا اكيد عرفتوا من الجملة اللي انا قلتها مين اللي عطاني الهدية دي. اللي عطاني الهدية دي الشيف حسن. ويلا نشوف مع بعض انا رحت فين وعملنا ايه وخدت الهدية ازاي. يلا بينا. كل هذه لازم يتابعوا احلى قناه الدنيا كلها، نور الصباح الوجداني في الجامعه على كل حاجه. كل سنه وانتم بخير. سعيد جدا جدا ان انا فوزت احسن ناس، الناس الطيبه، ابن كله اصل مصر سعيده مصر. احلى تحيه لكل هنا وضواحي هنا. احلى زغروطه ستات هنا فين؟ زغروطه فين؟ يا جمال وحركات يا تكاتي. كل سنه وطيبين جميعا. هنبدا المهرجان بتاع الحاج عبد الحكيم حجازي مع عيون الايه بتركات وحركات شيف حسن. حد عنده اي اسئله قبل ما نبدا؟ وانتم طيبين جميعا بهذه الايام. انا سعيد والله ان انا اخشكم، والله من قلبي سعيد ان انا اخشكم. انا ابنكم. انا والله مبسوط جدا وانت فوق دماغي من فوق، ان انتوا شرفتونا وجيتوا لنا فوق دماغي من فوق. والله احلى تحيه للكبير وللصغير، والصغير وللكبير احلى تحيه. وانت طيب يا معلم، وانت طيب يا معلم، كل سنه وانت طيب. وكده حبايبي الاحتفال خلص. وايه واحنا جوه دلوقتي جوه المحل، وخدت لكم جوله سريعه في المحل. الميكرويف طبعا عشان انا عايزه ميكرويف، فدخلت عشان اتفرج. وهنا دي اسمها ايه بتاعت البطاطس الهوائيه، اسمها ايه اسمها ايه ولا نسيت اسمها، الغلايات، قلايه البطاطس الهوائيه افتكرت. ودي الغلايات، ودي المطاحن بتاعت البهارات طبعا بانواعها، وكنكه القهوه،
ودي عصارة برتقان والمكوة، دي شواية اهيت، الميكرويف طبعا كنت مركزة معاه طبعا عشان انا عايزة، ودي الخلاطات اهيت، دي غسالات، ده المبرد بتاع المية، تلاجات، التلاجة ام بابين دي عجبتني خالص ما شاء الله، الله اكبر، عايزة مساحة مطبخ تكون حلوة ومحترمة كده، بسم الله ما شاء الله. وده العجان بتاعي نفس الماركة ونفس النوع، دي الشفاط بالبوتاجاز اهو، البوتاجاز اللي هو والفرن تحتيه اللي هو مش هو ليه اسم يعني، اللي هو بيتحط على الرخامة ده في قلب الرخامة من جوه، هو ليه اسم. وده نوع تاني برضو، ادي الفرن من تحت، البوتاجاز، الشفاط، وادي نوع تالت برضو. بصراحة حاجات جميلة وحاجات حديثة وعجبتني بصراحة. بصوا البوتاجازات، الشفاط، البوتاجاز، والفرن، لو عايزة حاجة واحدة بس من التلاتة تاخدي، مش لازم يعني تاخدي تلاتة مع بعض. ده مبرد. نخش هنا قسم البوتاجازات والغسالات، يا جماله يا جماله، يا تكاته يا حركاته. انا سعيدة طبعا ان انا قابلت الشيف حسن، طبعا دي دعوة وانا رحت على فكرة يا جماعة، انا مش زبونة هناك ولا اي حاجة يعني، ولا المكان ده اول مرة اروحه اصلا يعني. دي تلاجات، وهنا طبعا ما دخلوش حد خالص طبعا، اهم زي ما انتم شايفين الباب الازاز مقفول، الباب الحديد مقفول، احنا داخلين من باب تاني في عمارة كده عشان طبعا